انا مش عايزه انزل، ممكن تطلعني؟ شد. طيب خليه شد 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 شد. تمام، عاش، برافو، حلو. دايما يا ابني يا ابني يا ابني. اهلا بيكم، انا دلوقتي في محمية وادي دجلة، هعلمكم النهاردة ازاي تنزلوا بالحبال من ارتفاعات كبيرة. معانا ناس كتير جدا هتجرب النهاردة الموضوع ده. الناس هتنزل من حوالي 25 متر، فهيكون الموضوع مخيف شوية وفي توتر وممكن الناس تتردد، فالله اعلم بقى النهاردة اليوم هيمشي ازاي. بس اهم حاجة سلامة الناس، وهعلمكم النهاردة معايير السلامة شوية بحيث ان انتوا تعرفوا عليها. بس اهم حاجة انك متعملش الموضوع ده خالص غير لما يكون معاك حد متخصص، لان الموضوع يعني مش سهل خالص. سلامة الناس مهمة جدا في الانزال الجبلي، لو اي غلطة انا مسؤول عنها وما ينفعش فيها اخطاء. لازم اكون متمرن كويس ومجرب الموضوع ده كتير قبل ما اعمله. احنا وصلنا للنقطة المفروض هننزل منها، والعمق بتاعها حوالي 25 متر. تعالوا نشوفها ونشوف العمق بتاعها شكله عامل ازاي. شايفين حجم الناس اللي تحت؟ كمان شوية هننزل بالحبل ونكون تحت زيهم. دلوقتي عشان ننزل من الارتفاع ده هنحتاج نربط الحبل في حاجة ثابتة، حاجة وزنها اكتر بكتير من وزن الانسان، زي الصخور دي. الصخور دي هتكون مناسبة جدا انها نربط فيها الحبل. تعالوا نشوفها. دي الصخرة المناسبة جدا ان انا استعملها، لانها قريبة من طريق النزول، كمان متثبتة كويس في الارض. الصخرة دي متثبتة جدا في الارض، مفيش فيها فتحات تعدي الحبل. يلا بقى نلف الحبل حوالين الصخرة. الحبل بقى عبارة عن دايرة حوالين الصخرة. مع وزن الشخص ومع حركة الحبل، لان الحبل بيتنفس بيترخى لما الشخص يسيبه، وبيتشد لما الشخص يبقى على الحبل. الحاجات دي كلها بتأثر على عمر الحبل. الحبل ده رغم ان هو استخدم كتير، هتلاحظوا ان هو مفهوش شكل العيوب، مفهوش وبر طالع، مفهوش فتل طالع منه، شكله كأنه جديد. وانت بتتعامل مع الحبال زي كده انت عارف ان هي عمرها قصير، عشان تطول من عمرها تكون فاهم ازاي بتتعامل معها. الصخور اللي هنا صخور حادة، صخور خشنة. في فكرة ان انت تحط بعض الأقمشة التقيلة تحطها هنا مثلا، وتخلي الحبل لما يجي تشد يكون بين الحبل وبين الصخرة الدعامة دي، بحيث انها تحافظ على عمر الحبل والحبل ما يحصلوش حاجة. مهم جدا ان احنا نحافظ على عمر الحبل بالطريقة دي، وهي حاجات بسيطة جدا بس بتفرق فرق كبير جدا. الوقت كل حاجة جاهزة، الحبل موزون، كل حاجة تمام، ناقص بس أأكد على الربطة الأخيرة. الحبل اللي نازل واحد بس مش حبلين، فالربطة دي هي اللي ماسكة كل حاجة، هي دي بقى العصب بتاع كل شيء. الربطة دي اسمها دبل فيجر 8 نوت، أو ربطة رقم 8 المتدبلرة. هي عبارة عن رقم 8 متدبلر، هشرح لكم كمان شوية ازاي الربطة دي بتتعمل. ربطة دبل 8 نوت مع ربطات اسمها فيشرمان أو الصياد. الربطات دي ما بتبقاش مربوطة، بتبقى متسابة كده. دي علشان أبقى بعناية أشوف الحبل في حركة غريبة ولا لأ، بس الربطات دي مش هي اللي ماسكة الحبل، الربطة دي هي اللي ماسكة الحبل. اما الرابطه دي عباره عن مؤشر اسمها فيشرمان، اما الرابطه دي فيجر دبل 8 نوت، هي دي الرابطه اللي ماسكه الحبل. من غيرها ما فيش رابطه اصلا، يعني دي العصب بتاع كل حاجه. عشان نتاكد ان هي ثابته من الجهه دي والجهه دي ومن الجهه دي ومن الجهه دي، من كل الجهات نشدها بحيث ان احنا نكون متاكدين ان هي ماسكه نفسها. الرابطه دي دوليه، اي حد بينزل من الجبل بيبقى عارفها وبيستعملها، مفيش حد بيستغنى عن الرابطه دي. هي سهل جدا عملها، وميزتها ان هي معتمده جدا دوليا. يا شباب تعالوا بقى كلكم براحتكم عادي، كله يشد في الحبل زي ما هو عايز، بس كفايه كده. لا ايه يا ماما، ايه يا ماما، تعالى يا حسين بص شوف شكل الحبل اتغير ازاي. الحبل بص بقى ايه، معقد جدا الحبل كده، مظبوط تمام. شكرا يا جماعه، كل حاجه جاهزه كده. الشنطة دي بقى فيها العدة بتاعتنا اللي هننزل بيها، ده بنسميه الهارنس.
ده بنسميه ريسكيو 8 لانه على شكل رقم 8 وبيستخدموه في عمليات الانقاذ، ودي بنسميها الكارابينه. تعالوا بقى اشرح لكم الرابطه اللي هي دبل فيجر 8 بتتعمل ازاي. رابطه فيجر 8 بتاخدوا الحبل كده الاول وبعد كده بتلفوه كده وبعد كده بتعدوه الناحيه دي كده. احنا عملنا رابطه فيجر 8، هنعمل بقى دبل فيجر 8. دبل فيجر 8 دي كده 8، هنبدا بقى نمشي مع الثمانيه دي. ممكن نمشي من هنا، يعني هي نازله لتحت كده، هنزل تحت زيها. انا كده بتقول لك انا ماشيه من فوق هنا وبعد كده من تحت هنا وبعد كده انا ماشيه من هنا، يعني بنمشي على الفيجر 8 الاولانيه فتبقى دبل فيجر 8. نشدها من جميع الجهات عشان تبقى الدبل 8. دي رابطه ما بتتفكش طالما في وزن ضغط عليها، عمرها ما بتتفك. كمان رابطه الفيشرمان، دي رابطه عشان نراقب بيها الحبل. دي رابطه الفيشرمان، هي مهمتها ان هي بتتحرك كده عشان نتاكد الحبل هو ثابت ولا بيتحرك شويه. دي بقى الصخره، وده الحبل اللي الناس هتنزل منه، هو الميدال ده. نرجع بقى للهارنس. الهارنس ده مقاسه من سمول للارج، فعشان كده الوزن بتاعه اشخاص محدودين، يعني وزن محدود ما يتعداش 80 كيلو. نلبس بقى الهارنس ازاي؟ في بص فتحه للرجل اليمين، فتحه للرجل الشمال، ودي بتاعه الوسط. بنخلي الوسط طبعا لفوق مش لتحت، فندخل رجلينا اوبا هنمسكوا طرف الحبل من هنا والطرف الثاني هنمسكه برده من هنا، وهتقعد القعده دي. شايف؟ هتقعد القعده دي لان انت اصلا طول ما انت على الحبل هتبقى قاعد القعده دي وتشد. مش لازم تشد لدرجه ما تموت، يعني مش لازم، يعني هي الشده بسيطه. تريح الحزام بقى على جسمك. في حد اشول؟ تمام مش مهم انت دلوقتي. الايمن اللي هو بيتعامل بايده اليمين يخلي الحبل على ايده اليمين، دي اسمها الكارابينه. هنفتح الكارابينه، الكارابينه بتتقفل، نتاكد ان هي خلاص مقفوله. ونتكلم على الكارابينه شويه. دي مصنوعه من الالومنيوم، بتشيل وزن 24 نيوتن، يعني 2400 كيلو جرام، يعني وزن كبير جدا. وعايز تعرف الكارابينه دي سليمه ولا بايظه، بتشوف في هنا خدوش ولا في هنا كسور ولا في حاجه. طالما هي شكلها نضيف كده يبقى لسه هي عمرها تمام. هنفتحها، ندخلها هنا، نلفها كده، وشها لفوق اهي، وشها لفوق تمام. ناخد بقى ريسكيو 8. الريسكيو 8 بتشيل 40 كيلو، 40 كيلو نيوتن، يعني 4000 كيلو. دي بتشيل 4000 كيلو. هنمسك بقى من هنا ونعدي الحبل من الناحية دي بس كده. الواحد لو ايده لو هو ايمن هيمسك كده الحبل ويبقى عامل كده، ده لو هو ايمن. لو هو اشول هيبقى عامل كده تمام. هنخلينا في الايمن دلوقتي. كمان هيبقى هو حاسس ان هو متشال من هنا، فهيبقى قاعد وضع كانه عامل كده. لو رجليه مفتوحه هيبقى ثابت اكتر، فهو نازل يبقى عامل كده. عايزين بقى نتكلم على نظام الفرمله، ده اهم نظام احنا هنتكلم عنه. يلا هندخل الكارابينه، هنبقى ماسكين كده زي ما قلنا. وطبعا في حاله النزول تلاقي نفسك ماسك كده الحبل، بقى عايزين ترخوه هتعملوا كده، الحبل كده هيترخى. الرابطة دي معمولة عشان كده، عملته كده الحبل هيقف. في واحد تحت، الشخص ده ماسك الحبل، لو انت ايديك فلتت او انت ايديك فلتت مجرد ما هو عمل الحبل كده هو خلاص الحبل وقف. فده الحبل ده بيشيل 1500 كيلو، فان شاء الله امال هنبدأ بيها. امال خدي الهارنس وتعالي. دلوقتي هنبدأ بأمال، هي أول حد تطوع إن هو ينزل. أهم حاجة دلوقتي نشيك على كل حاجة ثابتة، الباب مقفول، الحزام مرتاح يعني موجود من الناحية دي، يعني مقفول عليه كده تمام. الأحزمة في باقي الحزام، وهنا الحزام برضه بص في واسع، في مساحة، كل ده تمام. مهمة الخوذة دي، الخوذة بتاعتها
دي مهمتها مش عشان تحميها لو وقعت، هي اصلا الخوذه مش هتحميها لو وقعت وخلاص كده، بس هي بتحميها لو في صخره وقعت على المخ، يعني صخره كده صغيره بتاع، مش اي صخره ولا صخره دي كده مش هتحميها برضه. يا بسم الله ما تنسيش هتعملي كده. في حاجه بقى مهمه جدا ما نبهتكمش عليها، كله يركز فيها، ايديكوا دي ما تروحش الناحيه دي خالص، ايديكوا دي لو دخلت هنا، حصلت معايا قبل كده، لو دخلت هنا هتلاقي نفسك ايديك اتفرمت، فما تدخليش ايدك ورا زي ما قلت لكم كده اهو، ايدك وراكي، هتعملي كده الحبل هيبدا ايه يرخي، هتعملي كده انت هتفرملي وهو معاكي احمد بيفرمل. احمد بقى تحت هناك اهو، زوم عليه، احمد ده هو اللي هيمسك الحبل وهو اللي هيفرمله، جميع ارواح الناس في مسؤوليه احمد. ميزه احمد ان هو حد ايديه فلتت خالص، هنقول لاحمد ايه امسك الحبل شد الحبل، فاحنا هنكون متابعين مع احمد مع كل حركه. يلا احمد الوقت الشغل بجد، يلا احمد كل حاجه تمام عندك؟ تمام احمد ماسك الحبل اه كده تمام قوي. افكرها افكرها برضو تفكير اخير، متنسيش هتلاقي خلي ظهرك بيترمي على اللي بره، يعني احنا عايزين نوصلك للمستوى ده، ما تكشميش نفسك، ما تخافيش تمسكيش في الجبل، حاولي تثقي في الحبل الرفيع ده، ثقي فيه اه واعملي كده يعني خلاص، وبتنسيش انك هتعملي كده وبتيجي تسيبي هتعملي كده بس كده. رخي 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 يلا رخي رخي رخي، ما تبقاش تحت راسها عشان الصخور، لو في صخور وقعت طول ما هي مخليه الحبل ورا ظهرها كده هي مسيطره عليه. ماشي وديها وديها ناحيتك صح، هو هيساعدك. سيبي نفسك للحبل دلوقتي، تاخد نفسها تاخد نفسها. ازاي كمان طبعا طبعا انا كواحد بنزلهم ببقى خايف جدا عليهم، انا مرعوب جدا عليها، بس بحاول ما ابينش ده يعني. تمام تمام رخي رخي خلاص، هي بتنزل اهي فين اهي، ثبتها ثبتها عشان تاخد سيلفي تاخد سيلفي. شوف هي هي كله بقى ايه هيتشجع بعد ما هي نزلت خلاص. نتفرج بقى على الحبل وهو متعرض لشد، بص الحبل تقيل في حالة شد، الحبل عادي بالنسبة له الشد ده ولا حاجة، مفيش أي مشكلة مع الحبل. بص الرابطة اللي هي التأمينية اللي يعني نعرف منها إن في مشكلة ولا لأ، مفيش أي مشكلة، الحركة موجودة عادي خالص مفيش أي مشكلة، التمانية مظبوطة، الصخرة دي بس ممكن نبعدها شوية عشان نريحه. زي ما انتم شايفين الحبل من هنا مشدود نفس الشدة، هما خلاص كده هما فهموا التكنيك، بشوفوا كل حاجة هي تمام، الحبل مثلا مش بيترفع لفوق، مش بيترفع هو ثابت لأن الصخرة عالية والمكان نازل لتحت. كل حاجة بيرفكت، كل حاجة تمام، مفيش أي علامات إن في حاجة غلط، محتاج بقى أركز مع المجموعة دي كلها عشان ننزلهم كلهم. وصلت تمام تمام. أنت محتاجة تبقى هنا أنت بعيد عن الصخر عشان آخد حاجة من أحمد، هنزله الشنطة دي فاضية وهيملاها لي بالحاجة. مش انت كده تمام؟ تمام حسب راحة يعني. مش لا مش مش لازم عادي عادي الموضوع سهل. الكارابينة اللي بحبها
فاكره كده كده ايوه ده احنا كمان عادي. اهم حاجه ايديك ما تخشش هنا، ايديك دي لو سبت الحبل عادي. بصي بصي وراكي، شوف انت رجليك رايحه فين عشان الصخره دي، وخليكي في النص وما تنسيش رجليك مفتوحه وعامله كده. مفتوحه مفتوحه مش مش وانا لقدام يعني عامله كده، رامي نفسك لورا يعني ظهري لورا وفاتحه رجليك. ماشي شوف رجليك رايحه فين، شوف رجليك رايحه فين. المفروض الجبل ده يكون مظبوط، عيبه ان هو خليه يشد شويه. ماشي اطلع كمان ممكن. ماشي ماشي انزلي واحده واحده يلا. ما انت ده بصي اقعدي كانك اقعدي كانك كل اهدوا بس اسمعيني انا بس، ما حدش يتكلم بعد اذنكم عشان ما حدش يوترها. انت بصي رجليك رايحه فين وامشي مع السلالم. ما انت لازم تليني ورا، بيسموها لين داون. مين اللي بيتكلم انجليزي هنا؟ ايوه لين داون. لين داون لين باك. ايوه لين باك. انا ايدي لو قربت هنا فيها حاجه هنا لا ما فيش حاجه. اوكي اوكي يعني حاولي ترجع لورا، سمي كده ويلا. لا لا ايه 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 احنا قلنا رجلك مفتوحه وانزلي. ما هو انا مش شايفه حاجه انزل عليها. هنزل معاكي. انت شوفي شوفي رجلك رايحه فين. انت بس اللي عايزه شويه ايمان في الحبل، تؤمني بالحبل. اه من في الحبل. تؤمني ان الحبل تؤمني ان الحبل هينقذك. انت بتعملها ايه؟ ما تنفعش برضه، ما تنفعش. ما ينفعش نزقك. طب انا عندي سؤال، اسيب نفسي وانط لورا ولا اعمل ايه؟ ايوه سؤال. ايوه رد عليا. ايه؟ انت مش فاهم كده عادي؟ اسيب رجلي وانط؟ ايوه بالظبط. زي ما هي عملت. ايه؟ بجد نفسي نفسي النقطة تفهميني. يلا اب داون يلا يلا ابدأي اعملي كده. خلي الحبل هو اللي يشيلك. انزل بركبي ولا مش بركبك؟ لا يعني ارجعي كده. يلا ابدأي ابدأي ارمي ظهرك لورا. دخلها الحبل، ابدأي ارمي ظهرك لورا. حبل قوي يعني خلاص. روحي. ماشي ماشي. حد يلبس احمد هي نازلة. بس ما تعالى عشان عايز اعدي الحبل. تمام. اسيب رجليها تمام رجليها. نط سيب لها الحبل شويه، سيب لها الحبل شويه. يلا الحبل شويه. يلا يلا نط نط بسم الله. نط خالص رخ الحبل ونط. سيب لها الحبل شويه. لا لا ماشي ماشي. بس ايديك ايديك اللي فوق اللي فوق دي مديها اكتر. ايدي قصيره ولا ايه؟ ماشي حلو كده. يلا بسم الله صح كده كده مظبوطه قوي. خلي بالك ايديك اليمين وايديك رجليك اليمين والشمال مفتوحين. تمام عاش برافو حلو. بس كده خلاص اديك اتزرقت صح؟ معلش تعالوا معايا تعالوا تعالوا. اوكي اوكي هاتوا الحبل كده ناحيه ناحيه دي. اوكي بنعملها. نعمل ايه؟ نطلع ولا نعمل ايه؟ تمام الحمد لله. بس سيبوها بقى سيبوها. سلامة ايدك خلاص راحت المفرمة. عندك باب راح فين؟ باي باي. راحت كده ايديها راحت. البس يا ابني. بس بقى بس بلبس. حلو جدا. الناس كده بدأت تثق في الحبل صح؟ انت نازل ما يبقاش ايدك ماسكه، عينيك شايفه انت نازل على ايه وايديك رايحه فين؟ هي بتبقى بس لخبطه، ممكن ما تعرفش تجايدي حد لسه جديد في الموضوع ده. هي حصلت معانا كتير يعني، انا شخصيا حصل لي كده. انا بس سيب 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 لي بقى كل هم. اول شاب ينزل اول ذكر. نرخي الحبل جامد. ايوه اديك ورا. برافو عليك برافو برافو. وحش احسن واحد عمل حاجه صح. الراجل ده فاهم. اديك بقى اديك الشمال اوعى تزنق. اديك الشمال اوعى تزنق. هتزنق تاني.
ايديك الشمال الشمال هتزنق. هنعمل لك هنقعد نشيل كل واحد. تعالوا يا جماعه انقذوه. انا فاهم فاهم احنا شايفين. يلا عاش عاش يا حسين عاش عاش جدا برافو. شكلك تحفه شكلك كيوت. كان قلقان من الموضوع ده. ده نزل بسرعه. اوكي ما خدش سيلفي شكله. استنى اوكي تمام. يلا ايدك ايوه تمام تمام اوكي. انت 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 عديت الحته الصعبه خلاص. برافو. هيا النطه بقى. يا النطه بقى. اوكي حلو حلو. يا اختي يا اختي انت خلاص وصلتي يا شاهي. يلا انت عديتي خلاص حتى الصعب. خايفه اسيب رجلي. سيبي خايفه اسيب رجلي والله. سيبي رجلك في نفس الوقت عشان ما تتزنقيش. رخلها شويه رخلها. لا 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 والله خايفه اسيب رجلي. لا لازم تسيبي. برافو يا يحيى برافو. حلو افردي رجلك. برافو خلاص انزلي بقى. يلا سقفوا لها. برافو لازم تسيبه لازم تسيبه. ايه ده يا بنتي؟ ايوه ايوه. يلا يلا يا عمرو بسرعه هات الاكل عشان جعان. برافو عليك. الموضوع برضو عايز قوه بدنيه وعصبيه. في الفيديوهات بتاعتي دايما بقول كده وقلت دلوقتي كده. ازاي؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ هو حد بيخاف مش هيعمل كده فاهم؟ ما شفتني نزلت؟ ما انت هتنزل ولا ايه؟ مش هنزل. والله ما هنزل. بتتكلم بجد؟ بتتكلم بجد ما بعرفش انزل. افردي ايدك كده زي ما بصي لي كده ايوه وخلي ظهرك ايوه كده. برافو عليك. اوبا ايه عادي عادي بتحصل 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 عادي. رجلك الثانيه استنى بس. ماشي سيب 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 محدش يشد. انا مش هشد ليه؟ سيب سيب سيب. صباح هي لما تشتكي ان في حاجه. خلاص تمام تمام. جامد كارابينا كارابينا كارابينا. بعد اذنكم بنزل الشنطه بقى ويرفعها عشان عايز اكل. ايوه ايوه عادي خدنا على الحوارات دي. مهما عملتي مش هنتعاطف معاك. عايش يا رنا. برافو عايش جدا برافو. انت هتنزل وبن ماشي. ممكن انزل واطلع لكم تاني عشان لو الشنط او العصا. انا بدخل رجلي هنا. ايوه برافو. شد الحبل شد الحبل. ايديك ايديك هتتزنق. ايديك هتتزنق. ايديك هتتزنق. ايديك هتتزنق. هتعمل ايه؟ هنشيلك؟ هتتسلك. بس يا ابني سيب ايه؟ اهو خلاص. Thank you.
حبيبي. بس نزلت. وصل وصل. ايه الشواكيك اللي جايبه؟ انت جاي تركز في حاجات غريبة اوي. جدا تحفه. احساس رهيب. هي بس اول نطه فعلا. اه الحته اللي فوق اصلا لو بصيت عليها هتفهمي يا ليه رخمه. انا مش عايزه انزل. ممكن تطلعني؟ لا انزلي. لا استني بس استني استني. اطلع ازاي؟ مفيش حد هيطلعك. طب ايه انت لو سبتي نفسك لورا هتنزلي بأي حاجه. ايوه بالظبط كده. سيبي نفسك خالص. سيبي رجلك. انا خايفه قوي يا جماعه. بليز حد يطلعني. كنا خايفين. سيبي عشان خاطري. اعمل ايه طيب؟ سيبي رجلك. لا مش قادره. لا سيبي نفسك. سيبي رجلك. انت بتعملي ايه؟ مش عارفه. بس انت لو سبتي رجلك كنت زمانك نزلتي. سيبي رجلك. وايه دي اعمل فيها ايه؟ خلي ايدك زي ما هي وايدك زي ما هي وسيبي رجلك. نزلي رجلك بالراحه. انا قاعده. طب اقوم ازاي؟ اخر حبل. ايوه ايوه برافو عليك برافو عليك. ارمي ظهرك. جماعه انا بجد تعبت. انا عايزه اقوم. طب مش عارفه اقوم. هتقومي ازاي؟ بوشي بوشك وارجعي الظهر. سيبي نفسك للحبل. والله العظيم سيبي نفسك. ممكن اطلع ابدا من الاول كده احلى. يعني بصي بوشي برجلك هنا. دوسي برجلك هنا. يعني امشي ارمي نفسي في الهواء؟ بالظبط. مفيش هواء اصلا. انت مربوطه. والله ايدي وجعتني. معلش امسكي بس من ورا قوي جدعه. جماعه بليز حد يقومني بجد. لازم تقومي. محدش عارف يقومك. طول الحمد لله. لا مش قادره. والله العظيم هعيط بجد. حد يقومني بجد بليز عشان خاطري. طلعني. ايه دي؟ هطلعك ازاي؟ معرفش. شدني. نسيه ممكن تبصي. ايدي وجعتني. ماشي رجلك رجلك. ايوه زقي نفسك لورا. بس خلاص نزلت. بس وبعدين بس اعدلي رجلك بقى. اعدلي رجلك. اخر حبل. ايوه برافو برافو. برافو جدع. سامي ادي سيبيها بسرعه. اسيل دي اشيلها خالص. وبعدين اخر الحبل. سيب الحبل. سيب الشمال. سيب الشمال. الجلافز هو اللي اتزنق. اعمل ايه؟ لا جدع. وبعدين الحبل كده عشان نزل. ركزي في انت بتعملي ايه. خد الوضع اللي قلت لك عليه. واحد فوق. امسك الحبل. امسك الحبل. جدع. خد الوضع اللي قلت لك عليه. نهار اسود. انا بترعش بجد. طلعني تاني. طلعني. كنت بتخانق معايا. طب حاولني. اعمل ايه دلوقتي؟ لا لا عادي. سلمي بس البضاعة وروحي ترمي جنب اخواتك. ايوه ايوه. لا زي ما انت زي ما يا ابني. يا ابني يا ابني. ما فيش مال.
ابعد ابعد ابعد. لو طلع من دول كان بيكون على دماغ حد. وعملت تدينا انستراكشنز انستراكشنز وانت عايز انستراكشنز شوية يا بيبي وتركتنا مش صبح. انت مستمتع بالزقة دي؟ خلي بالك الحفلة اصلا بعيدة عن السجادة. نايس عاش. شفت اللي دخلنا؟ لا بس في الاول انت اتغشمت. ما انا دخلت شمال. يلا بسم الله. اصعب حته دي يا شباب. نط يلا نط نط برافو. تمام عايش عايش عايش. انا هنا؟ تمام. قرب شويه. لا انت بص الكاميرا. هاي شباب. هنا وي كل ده. بعد ما كل الناس نزلت بامان بطلع بقى الحبل وخلاص كده اليوم خلص بالنسبه لي. اهم حاجه عشان نحافظ على سلامه الحبل ان احنا نغسله بعد الجبل المطرب ده. في جبال مش بنحتاج نغسل بعدها بس الجبل ده عشان كله تراب بنحتاج نغسل الحبل. لما اروح اغسل الحبل في حوض ميه بدون اي اضافات بدون سكر بدون ملح بدون اي حاجه. شكرا ليك. حيولي وبعيني اول واحده ضحيت ونزلت طبعا. وانا ما اتطوعتش ولا حاجه عشان اللي اختارني عادي. ايوه انا دبست. امال انا مختارها اصلا عشان هي رياضيه اصلا ف عشان اخاف حد فينا. قلبها شجاع وكده. قلبها شجاع. عشان ما بخافش. والحمد لله اليوم عدى على خير. الحمد لله. انا قبلها بكذا يوم ببقى متوتر جدا على اللي بيحصل والحاجات دي ببقى مخضوض على الشخص وهو نازل وببقى مرعوب بس باين عليا بارد جدا. لا انا كنت مرعوب بس انا ببقى مرعوب على الناس بس مرعوب عليها جدا. لا ما ينفعش. لا انا متعاطف معاكي. لا هو انا عامل فيها مش متعاطف بس انا عارف ان في انا مالي هطلعك ازاي نزلت. عارف ان في وقت خطر وقت معين لازم اتدخل بس هو مش اي وقت بس هو نعملها ايه نزلت خلاص. انت نزلت خلاص. بس فالحمد لله اليوم عدى على خير وهو الهدف منه ان انتوا تنزلوا بسلام وان شاء الله ممكن مره كده لوحدي مع اصحابي عدد قليل نعملها وانزل باذن الله بسلام برضو باذن الله ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لكم. صوره بقى فوتوغرافيه.